تم تقديم كتاب شبه النسمة الذي يصف الرحلة الروحية للراهبة لويزا جاك والمعروفة باسم الأخت مريم للثالوث الأقدس في دار الراهبات لكلاريس الفقيرات في القدس. هذا الكتاب سيرة ذاتية وتأملات تم ترتيبها وفقا لموضوعات التراث الإيماني والروحاني التي خلفتها الأخت مريم للثالوث الأقدس، خاصة خلال التسجيل الذي نشر في منتصف القرن الماضي وترجم إلى 10 لغات. ويحتوي الكتاب على الكلمات التي سمعتها الأخت مريم للثالوث الأقدس مباشرة من يسوع خلال السنوات التي قضتها في القدس بعد تلقي المناولة. مؤلف الكتاب هو المونسنيور سليم صايغ النائب البطريرك المتقاعد في الأردن، وقام بيير جيورجو جيانزا بترجمة الكتاب إلى اللغة الإيطالية ونشره من خلال منشورات الأرض المقدسة. ما الذي يمكن جلبه إلى البيت اليوم من خلال قراءة كتاب شبه النسمة؟ يمكننا أن نقترب أكثر من شخصية الأخت مريم للثالوث الأقدس وأن نتعرف على روحانيتها بشكل أفضل، وقبل كل شيء أن نحقق فائدة روحية لحياتنا، لأن الكتاب يجعلنا أقرب إلى الوجود الحميم ليسوع في حياتها. من بين الموضوعات الرئيسة التي تناولها الكتاب نذر الذبيحة الذي قدمته الأخت مريم للثالوث الأقدس، ويشرح المونسنيور الصايغ ذلك بقوله: هذا ليس مفهوما سلبيا، بل هو الاستعداد الدائم لإعطاء الإنسان نفسه للرب الذي يتم تجديده باستمرار عندما يرفع القربان الأقدس خلال القداس. لم تبدأ عملية التطويب مطلقا، كانت هناك دائما محاولات صغيرة من أجل البدء بها، ولكنها لسوء الحظ لم تكن مستمرة فتوقفت نتيجة لذلك، ولكن طلبات الالتماس تتضاعف الآن، وأعتقد أن هذا الصوت يحتاج إلى أن يسمع، وما زلنا لا نعرف متى يحين الوقت، ولا يمكننا أن نقول ذلك الآن. هناك شيء واحد مؤكد، كما تقول الأخت ماري كلير، تقوم الأخت مريم للثالوث الأقدس بأسلوبها الصامت بتكوين صدقات في جميع أنحاء العالم.